الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى حوارنا لهذا اليوم والذي نرحب فيه بالاستاذ الياس مراد رئيس اتحاد الصحفيين. مساء الخير واهلا بك استاذ الياس. مساء ايضا النور. من لبنان الاستاذ رضوان رزق كاتب ومحلل سياسي، اهلا ومرحبا بك اهلا فيك استاذ رضوان. ايضا بالاستاذ حسين جمعه رئيس اتحاد الكتاب العرب، اهلا ومرحبا بكم اهلا جميعا. وسهلا بكم. بداية مشاهدينا، كان هناك ندوة حول بناء سوريا المتجددة، لنتابع هذا التقرير القصير ونعود بعده مباشرة إلى تفاصيل هذه الجلسة. البناء يحتاج إلى توافق، والتوافق يحتاج إلى حوار، والحوار يعني ترجيح لغة العقل وإسكات صراخ العنف وإعلاء قيم المحبة والتسامح ونبذ الحقد والكراهية. أفكار كثيرة طرحت خلال جلسة اليوم الثاني من الندوة الفكرية السياسية التي ناقش فيها عدد من النخب السورية المثقفة والمسؤولين في الأحزاب والتيارات السورية آليات وطرق الخروج الآمن من الأزمة. هذا الحوار هو منهاج عمل، وبالتالي لكن هذا الحوار ينطلق من عدد من مقومات لنجاحه، محددات نجاحه تتمثل في ضرورة أن يكون هناك نوع من التوصل إلى تفاهمات مشتركة، عدم إقصاء للطرف الآخر، وعدم تكريس الحلول الصفرية في القضايا والمواضيع. إضافة لأن الحوار يتطلب أيضا وجود تناسب وكفاءة ما بين شخصيات الحوار، وتحديد من هم المعنيين بالحوار مع تحديد الثوابت لهذا الحوار. الحوار اليوم الذي يجري في هذه القاعة تحت سقف الوطن، ونحن لا نعرفه ولا نعتقد أن معارضة ترفض الحوار، معارضة تملك مشروعا وطنيا ترفض الحوار إلا إذا كانت مستأجرة لأعداء الوطن، وما أكثرهم في هذه المرحلة وهم يخوضون حربهم ضد سوريا. الأفكار المطروحة من الممكن أن تساعد في إيجاد بيئة مناسبة للإسراع في عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي يعد مخرجا وحيدا لما تمر به سوريا من أحداث أليمة. نحن اليوم بحاجة إلى ثقافة الحوار. نحن اليوم ندرك بأن ما حدث في سوريا من الأزمة يستوجب على كل مواطن سوري أن يتقبل الآخر في طروحاته وفي أفكاره، وأن نقبل الفكر الآخر. أعتقد أن الجميع متفق على أن الإعلام كان من الأسلحة الثقيلة التي استخدمت في توتير الأجواء وفي الوضع الذي وصلنا إليه في سوريا، وعلينا اليوم أن ندرس نحن دور الإعلام في معركة تجديد سوريا وإعادة بنائها، لأن بشائر النصر قد بدأت اليوم والمؤامرة أصبحت تقريبا وراءنا. لبناء سوريا متجددة نحن بحاجة اليوم للوقوف إلى جانب خيارات الشعب على أساس الانتماء الوطني والثوابت الوطنية، وأن تسهم جميع القوى السياسية والمجتمعية في إعادة إعمار الأرض والإنسان. إذا أستاذ حسين، يعني شاركتم في هذه الندوة الفكرية التي كان الحوار هو عنوانها الدائم لبناء سوريا المتجددة، حدثنا ولو قليلا عن أهمية هذه الندوة وعن تفاصيلها. هذه الندوة تكمن أهميتها في العنوان الذي اختير لها، وهو من ثلاث كلمات: الكلمة الأولى البناء، والكلمة الثانية سوريا، والكلمة الثالثة هي المتجددة. نعم. وأردنا لهذا البناء أن يكون مثل النهر، يستمر جريانه ولا ينقطع من المصدر الذي خرج منه. ومن ثم كيف يمكن أن تتجدد الأفكار، وكيف يمكن أن تتلاقح هذه الأفكار، وكيف يمكن أن نبني سوريا في المستقبل وليس في ما هي عليه الآن. يعني بمعنى آخر، كيف أستطيع أن أخرج من الأزمة بكل مآسيها، بكل ما خلفته في نفوس الناس من جراح، وكيف أتصور المستقبل؟ هذا الذي كنا ننشده في هذه الندوة. ولذلك كل ما يقع تحت هذا الفهم وهذا الوعي وهذا التصور لبناء سوريا المتجددة كنا ننشده. ومن ثم أردنا للثقافة، كيف ينظر للثقافة في المستقبل أن تبني سوريا وأن تتعالى على الجراح التي مزقت هذه النفوس، سواء على صعيد المثقفين أم على صعيد الإعلاميين أم على أي صعيد
صعيد اجتماعي أو سياسي أو فكري آخر. ومن ثم كيف يمكن للإعلام أن يتطور لكي ينقل هذه الرؤية وينقل هذه المفاهيم إلى المجتمع، لأن الإعلام له دور كبير في تنمية الوعي عند الناس بكيفية تطور الحالة من شكل إلى شكل. ومن ثم أيضا عندما جعلنا المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني كما نسميه اليوم في التصور المعاصر، أردنا للمنظمات الشعبية أيضا أن تقوم بمثل هذا الدور، أن تتحصن هي من الداخل ومن ثم أن تنقل هذا التحصين الداخلي في الثقافة وفي البناء مع الأعضاء الذين ينتمون إليها لبناء سوريا في المستقبل. يعني لم تعد الفكرة الأساسية أن نتعامل مع المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية أو المجتمع المدني كما كنا عليه قبل الأزمة أو إبان الأزمة. ينبغي أن تجعل هذه الأزمة مثلا المنظمات والنقابات مثل النار التي تصهر الذهب لتخرج منها هذا الذهب الشوائب ومن ثم تخرجه بشكل آخر. ولهذا أردنا لثقافة الحوار ألا نتحدث عن ثقافة الحوار كما كان الجميع يتحدثون عنه. نحن أقمنا عددا من جلسات الحوار بمشاركة اتحاد الصحفيين في سوريا، وأيضا بمشاركة عدد من المثقفين العرب، وجاءوا إلى هنا واستضفنا ما يزيد على 93 شخصية من الشخصيات الثقافية. ذلك كان شيء، وما ننشده اليوم في أيضا ثقافة الحوار شيء آخر. ولهذا نحن مثلا على سبيل المثال عندما أردنا لهذه الندوة أن تؤتي ثمارها، قلنا علينا نحن المنظمات مع بالتعاون مع وزارة الإعلام ألا تكون في الحديث الذي يمكن أن مباشرة يوجه إليه الاتهام. ولهذا أخرجنا أنفسنا خارج إطار المحاضرة أو الندوة أو يعني خرجتم عن إطار الحوار النظري وأي شاركنا كل فعاليات المجتمع كل فعاليات المجتمع التي تنتمي إلى أطياف ما يسمى بالمجتمع المدني. فمثلا على سبيل المثال في ثقافة الحوار كانت هناك شخصيات لا علاقة للطيف السياسي الآن الذي يتولى الحكم في البلاد بهذه الندوة. كانت هناك أطياف سياسية وأطياف فكرية بعيدة كل البعد عن هذا الطيف الأساسي. ومن ثم أردنا لهذه الأطياف أن تقول رأيها بكل صراحة وأن ترينا الرؤية الفكرية التي تراها من خلال هذا الحوار. كيف أتحاور، كيف أفكر في الآخر، كيف أبني سوريا وأنا والآخر في هذا الإطار. ولو أردت أن أستفيد في هذا الأمر سوف أستفيد كثيرا. أستاذ الياس، إذن العديد من الآراء استمعنا إليها من خلال التقرير أيضا، يعني لو أردنا أن نلخص الخلافات والاختلافات، وهل وصلتم إلى الغاية من هذه الندوة؟ أعتقد أضيف قليلا على ما قاله زميلي الدكتور حسين. أعتقد أننا رغبنا من اختيار هذا العنوان هو استرداد هذا الشعار أو العنوان القديم الذي طرح في العام 2000 بعد أن انتخب سيادة الرئيس بشار الأسد رئيسا للجمهورية، وبدأ العمل على تحديث وتطوير سوريا وتجديد هيئاتها ومؤسساتها في مختلف المجالات. هذا العنوان وهذه الندوة ليست لهذا التوقيت فقط، ولا لوجود أزمة في الداخل السوري فقط، هو عنوان سيستمر، وهي ندوة أولى سيتبعها ندوات بناء سوريا المتجددة، ليست فقط في ثقافة الحوار وليست فقط في تحصين منظمات الشعبية أو دور الإعلام كمحور من المحاور، وإنما كل هؤلاء يضاف لهم أيضا مستقبلا في الاقتصاد، مستقبلا في المجتمع المدني، مستقبلا في حوار الأحزاب بين بعضها البعض، وخاصة الأحزاب الحديثة مع الأحزاب القديمة والتفاعل الذي يمكن أن ينشأ بين مجموع هذه الأحزاب. أما من حيث الفائدة، أعتقد أن الفائدة المرجوة من هذه الندوة حصلت، لكن ممكن أن تكون أن تحصل أكثر، وقد تم الاتفاق مع السيد وزير الإعلام على ذلك، أن تسجل مثل هذه الندوات ويعاد إنتاجها لكل المجتمع، لأن القاعة مهما ملأت ومهما امتلأت
تتسع يعني الى 200-300 شخص. لكن ما هو تأثير 300 نعم شخص في هو لان النوعية هي التي حضرت اكثر من الاعتماد على الجماهيرية، يعني لم يكن المطلوب جماهيرية واسعة بالمعنى الأشمل، لكن المطلوب أن بعض القوى السياسية والتيارات الفكرية والشخصيات الاعتبارية أن تحضر وتناقش بعضها البعض وتقترب من بعضها البعض وتطرح أفكار ورؤى سنستند لاحقا إليها في مرحلة قادمة وهي مرحلة الحوار الوطني الفعلي على الطاولة. الآن نحن لجنة في مجلس الوزراء تجتمع مع المنظمات والهيئات لمناقشة جملة من المشاريع وتستمع إلى الآراء، تسجل وتثبت الكثير من المقترحات التي تساعد وتساهم في بناء سوريا المتجددة. ونحن رغبنا 3 نقاط. النقطة الأولى تأكيد أهمية الإعلام ودوره والثقافة ودورهما في إعادة صياغة الوعي عند المواطنين. 2 أن ننفض الغبار عن جسم بعض المنظمات والنقابات التي لم تجدد نفسها بعض لا في قوانينها ولا في ممارساتها. أما البند الثالث وهو الأهم والذي كان في قيادة محوره أساتذة من تيارات سياسية من غير حزب البعث العربي الاشتراكي، وأعطيوا الفرصة ليقولوا ما يريدون، و أيضا الحاضرون تحدثوا بكل ما يريدون. سيتم تلخيص واستخلاص لا. الكثير من الأفكار والقضايا التي طرحت وتقديمها إذن كان ضمن الرؤى اختلافات في بالتأكيد. لكن هل كانت اختلافات بناءة في إطار يعني ما تصبون إليه في الوصول إلى عنوان هذه الندوة سوريا المتجددة؟ لا زال حتى الآن الأفكار أحيانا تبدو متعارضة وأحيانا تبدو متطابقة. أصحاب اللون الواحد حتى في مجموع الأحزاب، وأقصد باللون الواحد الذين يتحدثون فيما يتعلق بالحوار مع الداخل أو الحوار مع الخارج. الحوار مع الداخل هناك تطابق، المعارضة الوطنية وكل الناس، كل من يرفض استدعاء الاحتلال الأجنبي، كل من يرفض التكفيريين والظلاميين، وكل من يرفض القتل، كل ذلك مقبول أن يأتي إلى الحوار. الجميع توافقوا على هذه الأفكار. هناك بعض الاختلافات على نقطة ما يتعلق بالمعارضة الخارجية. المعارضة الخارجية بعضها جزء من مشروع خارجي على سوريا ويستهدف الدولة والقرار والقيادة والوطن، وجزء دخل في لعبة المزايدات ووقع في مطب لم يعد يستطيع أن يعود، والبعض ربما دخلوا في المعارضة أو جاءوا مع هذه المعارضة لكنهم يختلفون معها في بعض الأفكار والرؤى. وهؤلاء يمكن أن يتم الحديث معهم لكي يعبروا تعبيرا صحيحا عن ولائهم لوطنهم، وأن يأتوا حتى لو كانوا قد أخطأوا سابقا بحق يعني هذا الوطن ليس بالدم سوريا وليس إلى تدمير سوريا. أستاذ رضوان، يعني يتم الحديث الآن بعد 2 عن حل سياسي وتقام الندوات، يعني برأيك وأنت متابع للشأن السوري، برأيك ما هي إمكانية إنجاح هذه الطروحات، إنجاح طروحات الحل خاصة في ظل الوضع الدولي والداخلي؟ إذا نظرنا أن بعد مرور 2 على الأزمة في سوريا نرى أن الوضع الدولي قد وصل أو تغير تغير كلي. قد بدأ بمؤامرة استطاعت فيها دول المعادية لسوريا أو المشاركة في هذه المؤامرة على سوريا أن تجمع في بداية المؤتمرات أصدقاء سوريا التي كانت تخطط وتدبر لهذه المؤامرة أو هي موافقة عليها أو متورطة بها حوالي أكثر من 100 دولة، بينما نرى أن المؤتمر الأخير لم يستطع جمع أكثر من 11 دولة أمام هذا الموضوع. نرى اليوم أن هناك التفاف وتراجع كبير في الخطاب. الدول الضالعة مباشرة، وهنا نحكي عن دول عربية قطر والسعودية، ونحكي عن دول غربية فرنسا وبريطانيا وأمريكا بالتحديد، وكي لا ننسى إسرائيل، فإسرائيل هي جزء من هذا المعسكر المعادي وأساس في هذا المعسكر المعادي.
نرى أن اليوم هذا الخطاب الأمريكي قد تراجع كليا ويحاول أن يوجد لنفسه مخرجا من الأزمة التي وضع نفسه بها، لأن هذا الأمريكي الذي ظن أن سوريا قد تقع بين ليلة وضحاها بين فكي الدول المتآمرة عليها، الصمود الذي أثبتته سوريا بشعبها بقيادتها بجيشها بمقاومتها، لأن المقاومة هي جزء من سوريا أيضا وجزء أساسي من سوريا، وإن كانت خارج هذه الحدود وإن كانت هي مصبوغة بصبغة لبنانية تحديدا، لأن هذا المعسكر هو معسكر كلي لا يمكن تجزئته ولا يمكن تفتيته. بالعكس، فإن اليوم الدول الضالعة في هذه المؤامرة تحاول أن تجد لنفسها هذه المخارج، وهي تتراجع شيئا فشيئا إلى أن وصلت أن تقبل بما أو تتفق ضمنيا، وإذا كنا لا نريد أن نطيل، مجبرة أو خاضعة أمام هذا المتغير. هذا الخطاب، اللقاء الأخير الجانبي الذي حصل بين لافروف وكيري على جانب قمة الثمانية قد أسس لمرحلة الحل السياسي في سوريا، وسوف نرى أن المبادئ التي أصرت عليها سوريا منذ الأساس في موضوع جنيف والحل على أساس مؤتمر أو وثيقة جنيف قد أصبح اليوم قابلا للتحقيق على هذا الموضوع، وبالتالي قد تكون سوريا قد حققت انتصارا عسكريا على الأرض في دحر هذه المجموعات المسلحة الآتية من 80 دولة في العالم. اليوم هي على قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النصر السياسي في فرض رؤيتها على حل الحل السياسي ضمن المصلحة القومية العليا والمصلحة السورية العليا، حقنا لدماء السوريين وتأسيس لمرحلة جديدة في بناء سوريا أيضا الجديدة. سنأتي بالتفصيل إلى هذا الموضوع أستاذ رضوان، لكن يعني أستاذ حسين، برأيك هناك من يتخيل بأن طريق الحل السياسي هو طريق يعني مفروش بالورد والزهور، ما هي العوائق التي تقف في طريق الحل السياسي، خاصة وأن يعني نستمع لتصريحات دولية تتناقض يوما بعد آخر عن ما قامت به وما قالته في الوضع السوري؟ كل من يظن أن الحل يمكن أن يكون مفروشا بالورود هو واهم. نعم. لأن في الأصل وضع هدف أساسي وهو إسقاط الدولة السورية برمتها، ومن ثم هذا الهدف ما زالوا حتى الآن يعملون عليه. صحيح أن أمريكا السياسة الأمريكية بعد مجيء كيري بشكل خاص ومجيء أوباما بالولاية الثانية قد تراجعت إلى حد ما، لكنها ما زالت تصر على بعض النقاط، وهي تمارس عملية نفاق، ممارسة سياسة النفاق، ومن ثم تتفق هي والكيان الصهيوني، دولة الكيان الصهيوني، على ضرب المنشآت السورية، ومن ثم تكذب. إذن هي تمارس الكذب وما زالت تراوغ في هذا الأمر، لأنها تريد حقيقة إسقاط الدولة السورية نتيجة أبعاد كثيرة. هي تريد إسقاط الدولة السورية لأنها تريد من وراء ذلك إسقاط الدور الذي تقوم به سوريا، أيضا إسقاط ليس فقط الدور، أن تكون سوريا في موقع آخر مستقبلا غير الموقع الذي تقوم عليه اليوم. ولهذا عندما وقفت الدول البريكس وعلى رأسها روسيا هذا الموقف الدولي النزيه، وقالت لا يجوز لأي دولة عظمى أن تتدخل بشؤون سيادة دولة أخرى، من هذا الباب الذي دخلت فيه روسيا كان هناك حفاظ على نحو ما على القانون الدولي الذي استعمل فيه الفيتو مرتين وبشكل مزدوج. من هنا أستطيع أن أقول على المستوى الدولي كما نعرف هذا هو الشأن، نحن نحارب على مستوى كوني جملة من الدول التي تقودها الدوائر الصهيو أمريكية بخلاصة الأمر، لكن أيضا هناك أتباع لهذه الدوائر ما زالت تفعل فعلها على صعد شتى، على صعيد التسليح وعلى صعيد الإمداد بالمال وعلى صعيد التدريب. وللأسف العنصر الذي ينفذ هو عنصر مشترك، عنصر من الداخل
وعنصر من الخارج. نعم. لذلك عندما نقول نحن منذ سنتين إن الأزمة مركبة ومعقدة وهي ليست ذات وجه واحد، ومن هنا تأتي صعوبة الحل، دخلت فيها أطراف كثيرة، ولذلك من يتوهم أن الحل سيكون سريعا هذا لا شك في أنه لا يعرف في التحليل السياسي. الشيء الثاني المهم، نحن نعول دائما وأبدا على شعبنا وعلى قيادتنا وعلى حكمة هذا الشعب، بأنه وحده هو القادر على أن يكتشف زيف الحقيقة التي أرادوا لهم لهذا الشعب أن يقولوا له إنها حقيقة، زيف ما كان يجري من هذه الدسائس التي كانوا يبثونها. وهنا لعب الدور دورا قذرا حقيقيا، مثلا 163 محطة أو 170 محطة، أو هناك من يقول هذه المحطات الفضائية، هناك من يقول أكثر، كانت مركزة لتغيير الذهنية المعرفية السورية. لذلك هذا الأمر يحتاج إلى وقت حتى نستطيع أن نعيد على الأقل الذهنية السورية إلى ما كانت عليه، أو إلى تصحيح ما كثير من الأشياء التي كانت يعني علقت بها خلال هذه الأزمة. لذلك دعني أقول هذه الكلمة، لذلك نحن ننظر أن ما جرى في الاتفاق الأخير بين الدولتين العظميين روسيا وأمريكا هو بداية لتشوف حل في المستقبل من خلال ما يقال عنه بمؤتمر جنيف 2. ومن ثمة هذا المؤتمر لن يتحقق إلا إذا كانت هناك إرادة من السوريين أنفسهم بالحفاظ على دولتهم. نعم. وبالحفاظ على هذه الحضارة التي بدأت تهتز أمام أنظارنا جميعا. أنا عندما أنظر إلى الدولة السورية لا بد أن أنظر إلى المسجد الأموي الذي تهدم، عندما أنظر إلى الدولة السورية لا بد أن أنظر إلى المسجد العمري في درعا. نعم. عندما أنظر إلى الدولة السورية لا بد أن أنظر إلى الكنائس التي تهدم هنا وهناك. صحيح. إذن أنا كيف أستطيع أن أحافظ على ما يوجد في بلدي من حضارة أنا أتوجه به إلى السوريين هنا لكي يعملوا عقلهم ويدركوا أن القضية ليست قضية نظام يحكم بلد، ولكن القضية قضية إسقاط سوريا، إسقاط الموقع والدور الذي تمارسه سوريا. أستاذ الياس، يعني هذا السؤال الذي طرحه الأستاذ حسين، كيف يمكن أن نحافظ بالفعل على كيان الدولة السورية، على أهمية المؤسسات، على الإرث الثقافي والتاريخي الذي نعيش فيه؟ يعني قبل أن أدخل بالإجابة أريد أن أكمل قليلا. تفضل. حول موضوع وربما اختلف معه في جزء من الحديث وأتفق في الجزء الأكبر من الحديث. طبعا الأساس الذي قاد كيري إلى موسكو هو كفاءة قواتنا المسلحة على الأرض والبدء بتطهير الكثير من المناطق في سوريا والهزائم التي لحقت بالإرهابيين في الكثير من المواقع، سواء حول دمشق في ريف دمشق أو في حمص أو في مناطق حلب والمناطق الأخرى المنتشرة على مستوى الجغرافيا السورية. وبالتالي كيري ولافروف اجتمعا وناقشا في جنيف 2. كيري في ذهنه جنيف 2 من وجهة نظره، ليس من وجهة نظر روسية التي تؤكد أن لا أحد له علاقة في شأن السوريين، والسوريون هم الذين يقررون مستقبلهم. نعم. والسيد الرئيس بشار الأسد، الشعب السوري هو الذي يقرر وجوده أم عدم وجوده في انتخابات يقررها الشعب. الأمريكي يحاول فرض غير ذلك حتى في لقائه مع الروسي. نعم. وأعتقد أن الارتباك الذي حصل في التصريحات الأمريكية بعد أن خرج كيري وصرح بجنيف 2 وبالحل. صحيح. السياسي، وذهبنا فيما بعد ليصدر عن أوباما تصريح مختلف، والناطق باسم البيت الأبيض تصريح مختلف، وليأتي بايدن ليقول تصريح مشابه لتصريح جنيف تصريح كيري، وليأتي وزير الدفاع ليقول الحل في سوريا سياسي وليس عسكري. هذا الارتباك في الإدارة السياسية لا يحب الاطمئنان. نحن
نعتمد أولا وأخيرا كما أشار الدكتور حسين على كفاءة وقدرة وصمود الشعب السوري وكفاءة قواتنا المسلحة التي بدأت تغير في الواقع، وكلما تقدمت خطوة كلما استطعنا أن نفرض شروطا سياسية على الآخرين، ونحن لا نقول شروط سياسية وإنما نقول تراجع للآخرين في مشروعهم وفي متطلباتهم، لكن في النهاية سيكون هناك مؤتمر وأصبحت مجموعة دول تتدخل في الشأن السوري. نحن نرفض تدخلها لتقرير حالة سياسية في الداخل السوري، نترك ذلك الشأن للسوريين جميعا، لكن نحن نرغب في تدخل هؤلاء لأنهم هم الذين أرسلوا المسلحين إلى سوريا وهم الذين يدعمون جزء كبير من المعارضة. نطلب التدخل لسحب هؤلاء من الداخل السوري ولإيقاف دعم المسلحين وتمويلهم وللضغط على الدول التي تدعم مثل تركيا ومثل قطر، هذه الدول التي ذهبت حتى النهاية في دعمها للمسلحين وفي العمل من أجل إسقاط الدولة السورية. وكما أشار زميلي أن المسألة ليست مسألة نظام وإنما مسألة سورية الإرادة والموقف والقرار. إيضاح ذهب الأستاذ الياس إلى أن هناك اضطراب أو اختلاف ارتباك في التصريحات. ارتباك في التصريحات أنا لا أراه ارتباكا وإنما أراه هو تبادل أدوار، بحيث أنهم يريدون أن يصلوا من خلال هذا التصريح أو هذا الرأي أو هذا الموقف إلى ما يريدون، إذا كانوا نجحوا فيه فحبذا، وإن لم ينجحوا يكونون قد ارتدوا إلى رأي آخر قاله مسؤول آخر. إذن هم يوزعون الأدوار فيما بينهم، وهذا ليس جديدا، هذه السياسة الأمريكية قائمة على مثل هذه الأدوار التي يوزعونها فيما بينهم، وإذا نجح هذا الأسلوب يمكن أن ينفذوه، نجح لم ينجح يتبعوا عند ذلك الأسلوب الآخر. وأنت تجد أن هناك أحيانا تصريحات للرئيس أوباما تدعو إلى التطرف فيها، لكن لا نجد مثل هذه التصريحات مثلا على لسان وزير الخارجية، أيضا ما يصرح به وزير الخارجية أحيانا الأمريكي لا نجد مثل هذه التصريحات على لسان وزير الدفاع وهكذا. إذا هي مدروسة هذه الأمور ولا تخرج عبثا، تبادل الأدوار وهي استراتيجية لدى المخطط الأمريكي. لننقل السؤال إلى الأستاذ رضوان، يعني ما بين الارتباك وتبادل الأدوار أستاذ رضوان، يعني عن آفاق المباحثات الدولية، وهل تؤيد فكرة أنها ارتباك أم أنها تبادل الأدوار وضمن إطار مدروس استراتيجيا؟ على العكس، أنا لم أعد أرى أن هذه الدول لديها استراتيجيات قائمة ولا تمتلك حتى، ونحن قد أعطيناها استحقاقات أكثر مما تستحق، وظننا أن لهذه الدول رزنامات زمنية تعتمد عليها ولديها مؤسسات فكرية تخطط. على العكس، بينما نرى أن الواقع على الأرض هو مختلف تماما، هذه الدول دول فارغة، دول مرتبكة في مواقفها، وهي بالتالي تتخبط، وهذا الارتباك في الخطاب وهذا التباين في الخطاب ما بين المسؤولين الأمريكيين في بعضهم مع بعض، وبين المواقف الأوروبية الأمريكية بالتالي هي أيضا متخبطة. فهذا الارتباك وهذا التصدع الذي أحدث في المعسكر المعادي لسوريا كان سببه هذا الصمود الذي حققته سوريا على امتداد سنتين من الأزمة أو منذ بدء الأزمة. فبالتالي علينا أن نفهم أن الأزمة أصبحت خلفنا، وما يحدث اليوم هو مجرد هزات ارتدادية، وإن كان لا يزال الآلاف من المسلحين موجودين على الأرض السورية، لا يزال هناك مناطق خاضعة لهذه المجموعات المسلحة التكفيرية التي هي غريبة عن الأرض في سوريا. رغم كل هذا، الدولة في سوريا، الشعب في سوريا قد أصبحت الأزمة وراء ظهره، وبالتالي هو أمام أفق أو رسم أفق جديدة، وبالتالي سوريا هي الدولة التي سوف تكون نقطة الارتكاز في العمل الدولي في المنطقة أو في السياسة الدولية. خرجت سوريا من هذه الأزمة، وأنا أقول خرجت لأنني أعتبر أن سوريا قد انتصرت على المؤامرة بكل أشكالها، الطائفية قد سقطت،
العسكرية لم تحقق أهدافها النهائية أو انتصارات حقيقية، الاقتصادية أيضا قد سقطت، فبالتالي سوريا قد حققت نصرا ساحقا في كافة المجالات، وإن كان الثمن كان كبيرا وإن كان الدم السوري كان غاليا، ولكن هذا كله كان في سبيل سوريا، في سبيل انتصار سوريا وعز سوريا وبقاء سوريا دولة موحدة قوية مقررة. وسوف تخرج سوريا كطائر الفنيق لتقرر مصير السياسة الدولية في المنطقة، ولكي تكون المرجعية الأولى في تقرير مصير المنطقة. يعني أستاذ رضوان، أنت تقول بأن الأزمة أصبحت خلفنا، يعني على أي أساس إذا كنت أنت أيضا تقول بأن هناك مناطق خارج السيطرة وهناك أيضا المزيد من الدماء التي تنزف كل يوم بفعل عمل هذه المجموعات المسلحة، فعلى أي أساس يعني تبني هذا الموقف المتفائل؟ أريد ولا أريد أن أطيل في الكلام، ولكن أريد أن أمر بلمحة تاريخية على الموضوع المغفل عنه تماما، أن هذه المجموعات المسلحة التكفيرية التي قامت على أساس مدرسة وهابية تكفر الآخر أيا كان دينه، إن كان مسلما محمديا أو إن كان مسلما مسيحيا وإن كان من أي طائفة أخرى وإن كان ينتمي إلى هذه الفئات، هي قد قامت عبر التاريخ، ويجب أن يعرف الشعب السوري، لا نريد الإغراق في التحليل السياسي الذي لا يكونه الشعب، يجب الشعب أن يكون لديه معطيات أساسية لكي يستند إليها في معركة ثقافة. المعركة اليوم هي معركة وعي، ونريد أن نربح الشعب السوري بكافة فئاته بمعركة وعي حقيقية. هذه المجموعات التكفيرية قد قامت بغزو سوريا في التاريخ سابقا، وهذه ليست الهجمة الأولى. في القرن 18 هاجمت هذه المجموعات الوهابية مناطق درعا ومناطق المحافظات الجنوبية، وارتكبت من المجازر ما لا يعرفه أحد، وارتكبت من أعمال القتل والنهب والسلب والحرق وحتى السبي آنذاك. اليوم هذه الهجمة الثانية لهذه المجموعات الوهابية التكفيرية، ونحن في القرن 21، وبالتالي هي ليست جديدة. إن هذا الفكر هو حاضن لمؤامرات، وإن كان هناك فرق شاسع في التاريخ، فبالتالي هذه المجموعات سوف تبقى، وإن كانت موجودة سوف تبقى. الإرهاب الذي صنعه الغرب بأيديه لكي يوظفه في مؤامراته على الشعوب سوف تعاني منه سوريا، مثلما عانى الغرب نفسه صانع هذا الإرهاب كأمريكا وكأوروبا، ورأينا ما حدث في أمريكا مؤخرا من صنيعة الإرهاب الذي هو بالأساس صنيعة أمريكية، وهنا نتكلم عن انفجار بوسطن الذي ذهب ضحيته بعض الأمريكيين. سنأتي إليها أيضا كل هذه الموضوع. أستاذ حسين، يعني هذه المجموعات التي على حد تعبير أستاذ رضوان هاجمت سوريا، لكن هذه المجموعات التي هاجمت سوريا وجدت بيئة حاضنة لها في الداخل السوري، أين الخلل ومن كان مسؤولا عن ذلك؟ دعني أقف أولا عند طبيعة هذه الهجمة العدوانية العالمية على سوريا. نعم. لماذا؟ هذا سؤال ينبغي، لكن يعني بات الجميع يعرف بأنها هجمة عالمية. هذا لا 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 بس دعني. نعم. إذا لماذا؟ هذا سؤال الأول. عرفنا لماذا الآن، بدأنا نعرف لماذا. عندما نجد أن الشعب السوري وقف وقفة بطولية حقيقية فهذه حقيقة. لذلك من هذا الباب يقول الأستاذ رضوان إن الأزمة أصبحت وراءنا، هو يستند إلى هذا العنفوان الشعبي لدى الشارع السوري ولدى المجتمع السوري. ثانيا مثل ما قال الأستاذ الياس، هذا الصمود الأسطوري الذي قام به الجيش العربي السوري وأثبت أنه جيش عقائدي وليس جيشا يمكن أن يوصف كما يقوم به الآخرون. من هنا عندما أجد أن هناك قيادة حكيمة تقوم بالإشراف على مثل هذه الأزمة وتتعامل بها بحكمة وحنكة ودراية وصبر، وهناك جيش أيضا عرف كيف يتعامل مع الأزمة، وهناك شعب
أدرك أن طبيعة هذه الأزمة ليست مرتبطة بما قيل عن مطالب مشروعة. إذن عندما يأتي الشيشاني وعندما يأتي الأذربيجاني وعندما يأتي الباكستاني وعندما يأتي التونسي، إذن هل يحارب في سوريا لأنه يحارب إسرائيل؟ أم أنه دخل في منظومة أخرى، هذه المنظومة هي إسقاط الدولة السورية التي ثبت لدينا من خلال العدوان الأخير الذي قامت به دولة الكيان الصهيوني. لكن يعني لن تجبني على سؤالي أستاذ حسين، يعني السؤال هو كان وصف بهذه المجموعات بأنها هاجمت سوريا ووجدت بيئة حاضنة، وسأقول الخلل أنا أرد ومن المسؤول عن ذلك سيدي لو سمحت؟ أنا عندما يكون هناك مجتمع ما يبنى من خلال تربية ثقافية ويغذى بتربية ثقافية معينة يوميا، من أنه يمكن أن يقول لك أسامة مثلا السيد أسامة خرب، السيد أسامة عمل، السيد أسامة صنع، السيد أسامة، إذن هذا يحس يوميا بأنه يغذى بمثل هذه الأفكار، تنشأ كراهية لدى هذا الإنسان، لدى هذا الطفل، لدى هذا الطفل الذي يعيش في هذا الوسط نحو أسامة. ولذلك هذه التغذية الراجعة اليومية التي تنشأ في مجتمع ما وفي أوساط معينة هي التي صنعت هذه البيئة الحاضنة لكراهية مثلا القيادة التي توجد في سوريا. ومن ثم ليس هذا فقط، أنا يمكن أن أستجلب قضية العراق. عندما يصبح حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وعندما توجه السهام إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، نسي الناس جميعا ما الذي قدمه حزب البعث العربي الاشتراكي خلال السنوات الماضية، وكيف عندما نتحدث عن بناء سوريا الحديثة ينسى الناس جميعا أن ما كانت سوريا تصل إلى مثل ما وصلت إليه لولا هذه الاستراتيجية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي بنيت في المؤسسات القيادية وبإشراف القيادة. إذا ما لا بأس، لكن عندما يأتي أناس ليستلبوا هذه الحقيقة وأن يزرعوا البديل وأن يقلبوا الحقائق إلى شكل آخر، هنا كانت المشكلة وهنا كانت البيئة الحاضنة، وهنا وجدنا أن العناصر الإرهابية وجدوا ثقافة تلائمهم في وسط اجتماعي يمكن أن يحضن هذه الثقافة. عند ذلك بدأت الأمور مثل ما يقولون تظهر بشكل واضح لدى بعض الأوساط وبعض البيئات، وهذا ما كنا قد قلناه منذ أمد، من أن هناك بيئات حاضنة، ولذلك هذه البيئات الحاضنة هي التي ترعى هؤلاء الصغار. من هنا أحسسنا بأننا نحن أحيانا مسؤولون عن هذه القضية، كيف تغافلنا عن هؤلاء أو هذه البيئة. نعم أستاذ الياس، يعني تحدث أستاذ حسين عن دور الحزب ودور المنظمات ودور التربية أيضا في رعاية هذه البيئات. أين كان حزب البعث، يعني أين كانت استراتيجيات حزب البعث من هذه الأفكار، وأين كانت الهيئات وأين كانت الأحزاب، وهو قال بأن الحزب قام بأكمل دور له في رعاية المجتمع؟ لا، دعني أولا أن أعلق قليلا على مسألة الأزمة وراءنا. أنا بطبعي متفائل وأعتقد لا يجب أن نعطي تفاؤلا أوسع كثيرا. نحن نقول على الأرض تحسن الوضع أفضل، لكن لدينا اشتباك سياسي طويل مع قوى خارجية وقوى مؤثرة في هذا العالم. هذا الاشتباك السياسي عندما تعثر وتعذر عليه أن يأخذنا على الأرض ذهب إلى الكيمياوي، الآن ذهب إلى تركيا والتفجيرات، سيذهب ويفبرك ويركب. أريد من ذلك أن أقول أن إسقاط الدولة أصبح وراءنا، وإسقاط المؤسسات أصبح وراءنا، ومشروع التقسيم أصبح وراءنا. أما أمام المجتمع السوري فترة من الزمن يجب أن يصمد ويتابع ويقف إلى جانب الجيش ويتماسك من أجل الخروج من هذه الأزمة، وليس تصبح وراءنا.
بل أن يدوس على هذه الأزمة وعلى من كان وراءها. طيب. أعود السؤال الثاني. أين كنتم؟ أنا لا أقول أين كنا وأين أصبحنا، أقول أن كل قوة في هذا العالم لديها مشروع ولديها أهداف ولديها حضور ولديها تأثير في المحيط وفي المجتمع وفي العالم تتوجه إليها السهام. قدرة هذه الدولة على الاستمرار في مشروعها والاستمرار في مواقفها تستند إلى الحالة الشعبية. هذه الحالة الشعبية التي كانت متماسكة ومتماهية مع القيادة حصل فيها اختراقات. من المسؤول؟ لا يجوز من يتحمل المسؤولية في الدولة ونحن منهم في حزب البعث العربي الاشتراكي والأحزاب الأخرى والحكومة والمؤسسات أن يتهربوا من جزء من مسؤولياتهم. وأنا قصدت بالنخب الفكرية. أنا لا أقول النخب وأنا أذهب أكثر، هناك مسؤولية على كل القوى السياسية وأيضا القوى الدينية عندما يتسلل الفكر التكفيري إلى بعض مساجدنا وبعض كنائسنا، الفكر المتعصب مثلا عندما يتسلل ويبدأ يعمل ويعمل عليه من الخارج تمويلا وتدريبا وتأهيلا في غياب الحاضنة الحقيقية له وهي منظماته وأحزابه، هذا واحد. اثنين، أذهب أكثر، في فترة من الفترات، وكنا نتحاور قبل أن ندخل إلى هنا في موضوع الأحزاب الأخرى، في فترة من الفترات استندت أو ارتاحت الأحزاب أن الحكم قوي متماسك موجود كذا يعني فلنأخذ من مغانم السلطة. نسي بعض الأحزاب وبعض الناس واجباتهم تجاه مجتمعهم وتجاه أهلهم وتجاه فقرائهم وابتعدوا عنه. هذه الثغرة تسلل منها الآخرون وبدأوا يعملون، لكن هذا كله لا يعني أن ما يجري في سوريا بسبب ذلك. العدوان الكبير على سوريا ليس بهذا السبب. العدوان الكبير على سوريا هذه ثغرات استغلت في الإعلام الذي بدأ معركته قبل أن يبدأ أي خروج لتظاهرة من 5 أشخاص في سوريا أو 5000 شخص في سوريا. بدأ الإعلام يعمل، بدأ المثقفون يعملوا، كان هناك عدد كبير من المثقفين والإعلاميين قد ذهبوا إلى صربيا وإلى دول العالم ليتعلموا على كيفية الخروج في التظاهرات ومراسلة القنوات الأخرى والإذاعات الأخرى فيما لو حدث شيء ما. للأسف أغفلت كل هذه القضايا المرحلة. لكن الأساس هو مجموعة عناوين. أنا لا أستطيع أن أبتعد عن صورة سيادة الرئيس بشار الأسد وأحمد نجاد وسماحة السيد حسن نصر الله، الثلاثة معا يخرجون والثلاثة معا رمز المقاومة والثلاثة معا يواجهون إسرائيل. نعم أستاذ، جملة بس تفضل. لا أستطيع أن أخرج من أن 2006 يخرج سماحة السيد ويقول أن سوريا شريكا في النصر، ليست داعمة للمقاومة وليست دولة ممانعة وإنما شريك في النصر. ولذلك خرج رئيس الأركان الصهيوني ليقول ما كان حزب الله لينتصر بهذا الشكل، أو ما كنا لنهزم كإسرائيل لولا سوريا، لولا الدعم السوري، لذلك يجب أن تعاقب سوريا. وما يجري هو محاولة عقاب سوريا على دعم المقاومة ومحور المقاومة وتحدي إسرائيل وأمريكا ومشروعهم في المنطقة. أستاذ رضوان، ما رأيك بكل ذلك؟ لا أريد أن أحول الحلقة لانتقاد أو نقد، أو نقد مرحلة تاريخية تحمل جزء كبير منها حزب البعث العربي. إذا كان نقد بناء فأهلا ومرحبا به. ولكن أنا أريد أن
بالطبع حزب البعث العربي الاشتراكي يتحمل جزء كبير من المسؤولية، لأن انتشار هذا الفكر التكفيري في ظل حزب مفترض أن يكون به حزبا علمانيا على امتداد سوريا لهذا الفترة الطويلة من الزمن، وبالتالي انتشار هذا الفكر في ظل نظام علماني يفترض أن يكون به علمانيا هو يتحمل جزء كبير من المسؤولية. ولكن القصة اليوم برأيي أننا يجب أن نتخطى هذا الموضوع وأن ننظر إلى سوريا الجديدة. أنا أنظر بطبع الشخصي، أنا شخص متفائل ولا أرى أن هذه المعاناة هي جزء من تاريخ، وهذه الأمة عبر تاريخها قدمت الكثير عبر حقبات كثيرة من التاريخ. وإذا أخذنا سوريا، سوريا تعرضت للانتداب الفرنسي كما تعرض لبنان لمؤامرة تقسيم، وسقطت مؤامرة التقسيم في الثلاثينات التي كانت مشروع فرنسي بإرادة السوريين، ولم يكن هناك لا حزب بعث ولا أي أحزاب أخرى، إنما وعي وقدرة وتصميم الشعب السوري أسقط مؤامرة التقسيم في الثلاثينات. سوريا صمدت أمام هجمة كبيرة جدا ويتناساها البعض، وكانت تهدد خطر وجودي آنذاك، وليس فقط دولة أو أمة أو مجتمع أو كيان، هو حلف بغداد الذي كان سوف ينصب إسرائيل سائدا على المنطقة بالكامل. وبالتالي سقط هذا الحلف وتبعثرت قواه وانتصرت سوريا أمام مؤامرة شبيهة بما نراه اليوم. واليوم هذه المؤامرة هي نتيجة صمود الدولة في سوريا، ولا أريد أن أقول الدولة بشخص الحزب، ولكن القدرات التي كمنت في عقل القيادة السورية بشخص الرئيس بشار الأسد، وشاءت الظروف التاريخية أن يكون هناك قائدا تاريخيا لمقاومة تاريخية عظيمة اسمها المقاومة في لبنان. هذا التحالف الاستراتيجي الفكري الذي أسس لهذا المعسكر القائم أيضا بتحالف استراتيجي على مستوى المنطقة ككل، إيران، بالتالي سهل أو سمح بتحقيق انتصار تموز وبتحقيق هذا الانتصار العظيم في تموز. اليوم أرى أن هذه الأزمة التي بالطبع هي أزمة كل دماء سورية سقطت مدنية أم عسكرية من الجيش السوري هي دماء عزيزة وغالية، ولكن أنا أرى أن هذه النتائج لهذه التضحيات لها نتائج قد تؤمن صيانة أو حقن دماء آلاف وعشرات الآلاف من السوريين في المستقبل كان قد ممكن أن يدفعوها لو تغيرت الظروف أو تغيرت المعطيات. هذه الأزمة أسقطت الحدود التي صنعتها سايكس بيكو، هذه الأزمة قد فتحت الجبهات أمام حركة مقاومة لكي تكون على كافة حدودنا مع هذا العدو المحتل ومع كافة أعداء الأمة من تركيا إلى فلسطين. فهذه إذا نظرنا إلى هذا الجانب الإيجابي سوف نرى أن هذا المعسكر قد صمد انتصر، واليوم هو في حالة الهجوم لو لم يعد في حالة الدفاع. اليوم إسرائيل، إذا أردت أن أشبه وضع إسرائيل، قد جنت على نفسها براقش، لأن هذه الدولة كان يمكن في ظروف دولية قد أمنت حمايتها أن تكون مستقرة نوعا ما أمام هذا الدعم الدولي على امتداد 60 سنة. أما اليوم عملية بناء زوال إسرائيل قد بدأت منذ تموز، لأن سوريا أصبحت اليوم هي رأس مقاومة فعلية وليست داعم أو حامل للمقاومة. سوريا اليوم، سوريا الجديدة، هي سوريا المقاومة ورأس المقاومة في العالم العربي. أستاذ حسين، يعني أنت رئيس اتحاد الكتاب العرب، هذه المؤسسة الشعلة إذا أردنا أن نشبهها، يعني الأولى أن أسألك عن دور المثقف والتركيز على ذلك. لماذا لا نجد المثقف العربي إلا بين سطور الصفحات وبين أغلفة الكتب؟ أين هو مما يجري لهذا الواقع المعاش ليس فقط في سوريا وإنما في الأمة العربية كلها؟ أولا اسمح لي أن أصحح فقط جملة واحدة. تفضل. يعني دائما اليوم
يبدو أن حزب البعث العربي الاشتراكي، ولا أريد أن أدافع عن حزب البعث العربي الاشتراكي، أصبحت توجه كل الأخطاء إلى الحزب. طبعا حزب البعث العربي الاشتراكي ينبغي أن ننظر إليه بأنه قائد، كان قائدا في الدولة والمجتمع، وبحكم الدستور الجديد تغيرت الصورة في المجتمع والدولة. لكن هناك تماهي لدى كثير من الناس من أن الأخطاء التي تقع في السلطة هي أخطاء حزب البعث العربي الاشتراكي. لم يفصلوا ولا يريدون أن يفصلوا من أن الأخطاء التي تقع في السلطة ليست هي المرتكبة من قبل حزب البعث العربي الاشتراكي، وإنما هي أخطاء مرتكبة من قبل أناس. عدم تفريق بين الحزب، بين الحزب كفكر وبين الشخص. لذلك أنا أرجو دائما لكل إنسان يمكن أن يتوجه في هذا الأمر بالنقد للمؤسسة الحزبية أن يرسم الحدود الفاصلة التي تفصل ما بين الدولة وما بين المسؤولين في الدولة وما بين الحزب البعث العربي الاشتراكي. هذا على الأستاذ رضوان قصده أنه استغرات تسلل منها التكفيريون، مش بيقصد حزب البعث نشر، مش حزب البعث نشر التكفيريين، لا أكيد يعني هذه يقصد من الثغرات. طبعا لا طبعا لا. الشيء الثاني الذي أريد أن أصحح وأرسم صورة للمستقبل أيضا، صورة للمستقبل، من أنني عندما أتحدث عن أي حركة سياسية وخاصة الحركات السياسية العلمانية هي لا تنظر إلى المجتمع إلا من خلال ما تقدمه من رؤى فكرية سياسية لتطوير بناء البنى الاجتماعية والبنى الاقتصادية وغير ذلك. ومن هنا عندما تتيح حرية الحياة الاجتماعية، حرية الحياة الدينية، حرية الحياة الثقافية، فهذا لا يعني أنها أيضا عندما تنشأ ظاهرة فاسدة هنا أو خطأ هناك في بنية اجتماعية ما أن الحزب نفسه هو أيضا مسؤول عن مثل هذه القضية. إذن علينا نحن أيضا أن نفرق في مثل هذه القضية ما بين الفعل الحزبي الحقيقي بغيابه مثلا، أو بأنه شريك، أو بأنه مهمل. أيضا هذه فقط للرؤى التي ينبغي دائما أن نتلمسها. نعم. للتفريق الدقيق الموضوعي العلمي والتصويب، والتصويب في مثل هذا المقام. نعم. أما السؤال الذي طرحته، المثقفون هم شريحة اجتماعية، وربما يكون المثقفون أكثر عرضة للاهتزاز من غيرهم، لأنهم يرون أنفسهم أحيانا بأنهم يقودون المجتمع ولا يقودونه. إذن هم وقعوا بين مثل ما يقولون فكي كما بين الرغبة والواقع، بين الرغبة والواقع. الآن الواقع الذي يقول الأزمة ليس صناعا لها. هذه حقيقة. إذا دهمتهم الأزمة من خلال، وهذا الذي أريد أيضا أن أوضحه علنا وصراحة، من أن الوطن دهمته أزمة مثل ما دهمت المثقفين هذه الأزمة. لذلك أصبح هناك ارتجاج في المواقف. إذا ما الذي يحصل في سوريا وقد كانت في مأمن عما يمكن أن تقع فيه؟ إذا نظرت إلى الحياة الثقافية، أنا سأخذ مثلا على سبيل المثال مؤسسة اتحاد الكتاب العرب. نعم. نجد أن كل إنسان يدلي برأيه بالشكل الذي يراه، ولم يتعرض لأي منا أي مسؤول مثل ما يقولون بالإكراه أو ما يشابه الأمر. لذلك الأزمة دهمت الجميع ودهمت المثقفين، لكن ألا يجب أن يكون المثقف محصن؟ لكن المثقف لا بأس. نعم. يعني هنا أصل. إذن هنا عندما دهمت الناس، دهمت الأزمة الناس جميعا وبمن فيهم المثقفين، هنا بدأنا أولا نأخذ بعض المواقف من عدد من المثقفين. لدينا نحن ما يزيد على 1400 عضوا في اتحاد الكتاب العرب. نعم. أنا لو جئت لأحصي هذه الشريحة المثقفة سأجد أنها قد أخذت مواقف، إذا أخذنا على المواقف، مواقف عدة، مواقف أنها
حيدت منها من حيد نفسه عن الأزمة. نعم. لكن نسبة من حيد نفسه عن الأزمة ليس يعني كبيرا يصل إلى درجة مثلا 50%، هي موجودة. لكن حيدوا أنفسهم. لو أردنا التوقف فقط عند 1400 عضو في هذا. سأقول لك. من كم عدد المستعدين للحضور هنا أمام كاميرات التلفزيون؟ نحن أستطيع أن أقول من هم على أرض الواقع. أنت ينبغي ل 1400 أن ترى فيهم المسافر، وأن ترى فيهم العرب، وأن ترى فيهم السوريين، وأن ترى فيهم الفلسطينيين. نعم. لأن هناك لدي أنا مثلا 140 عضوا، لدي 140 عضوا من الفلسطينيين المقيمين في نعم. سوريا. أنا لدي عدد من العرب المقيمين وخارج في سوريا وخارج سوريا، لدي من السوريين الذين يوجدون في سوريا وخارج سوريا. نعم. لكن المقيمون حقيقة في سوريا هم عبارة عن تقريبا نحو 550 أو 560 عضوا، وأنا أستطيع أن أقول لك، ويمكن أن ترجع إلى ما نصدره من إصدارات على الأقل في اتحاد الكتاب العرب، وتحصل الأسماء التي تكتب في هذه الدوريات وفي الصحافة السورية، ستجد أكثر من 50% من المثقفين هم شركاء في بناء الوطن وفي تجاوز الوطن لهذه الأزمة. ونحن أرسلنا، أنا أرسلت إلى الجهات المعنية قائمة بأسماء ما يزيد على 114 اسما إضافي إلى الكل الذين يظهرون لديكم، أو أكثر حتى لا أقول لا أزعم، أكثر من يظهر لديكم هو يظهر وهو عضو في اتحاد الكتاب العرب، لكن لا يجعل مثل ما يقولون عبارة، يفضل عبارة أن يقال عنه محلل سياسي ولا أريد أن أسمي، أو فلان من الناس هو عضو في اتحاد الكتاب العرب، لكن أو أستاذ جامعة، إذن هو عضو في اتحاد الكتاب العرب. إذن هذه لو جئت أن حتى الذين يظهرون على التلفاز وعلى المحطات الفضائية أكثرهم ينتمون إلى اتحاد الكتاب العرب، وإن لم ينتمي إلى اتحاد الكتاب العرب فهو ينتمي إلى اتحاد الصحفي. الشيء الذي أريد أن أبينه بهدوء، نحن في اتحاد الكتاب العرب أول من قام بإقامة الندوات التي عالجت الأزمة منذ البداية وقبل أن تستفحل، ونحن الذين نفخر بهذا، نحن الذين أيضا حاورنا عددا من أطياف المعارضة تحت قبة اتحاد الكتاب العرب، وشاركنا في هذا المقام اتحاد الصحفيين وغيره من المنظمات الأخرى، ويمكن أن تسأل عن ذلك. أيضا نحن أول من فتح أوراق النهضة لمدة شهرين، وكنا نتحدث ثقافيا عن مثل هذه القضايا وكيف يمكن أن نجتاز ما وقع في الأمة العربية في هذا الإطار. حتى في اللقاء التشاوري كنا نحن المشاركين في اللقاء التشاوري، وكان كثير من أعضاء الاتحاد موجودين في اللقاء التشاوري. بعد اللقاء التشاوري سيدي نحن استدعينا، حتى لا أقول نحن، تشاركنا مع زملائنا ب93 شخصية من الشخصيات العربية المثقفة في ندوة عن المثقفين العرب والأزمة السورية. أيضا هناك خرج عدد من الوفود، وأنا على سبيل المثال كل كثير من الجهات تعلم ما الذي حدث بيني وبين عدد من المثقفين في مصر وفي قلعة صلاح الدين. نعم. وهذا الأمر، وهناك مثقفون آخرون في الجزائر، هكذا قمنا بأدوار. نحن أرسلنا وفدا إلى إسطنبول وإلى أنقرة، وقام بدور بالإضافة إلى الوفود الأخرى التي شارك فيها اتحاد الكتاب العرب. نحن لكن للأسف نحن لا نريد أن نقول، هذا الذي أريد أن أبينه للناس جميعا، دائما يقولون أين الاتحاد أين الاتحاد. الاتحاد لم تتوقف دورياته، لديه جريدة أسبوعية دائما، وهناك تخصص أسبوعي للحديث عن الأزمة وما يجري في الأزمة في سوريا، يكتب فيها الشعراء. وآخر ما قام به الاتحاد نهار الثلاثاء الماضي أو الاثنين الماضي هو أو إيه الاثنين الماضي مهرجان للشعر، خصصنا هذا المهرجان للشعر عن الشعر نبض الحياة وعن الأزمة بالضبط. إذن نحن موجودون، لكن للأسف نحن
أولا لا نريد أن عندما نقوم بمثل هذا الفعل نعده واجبا وطنيا، واجبا نحن ملزمون به ولا نباهي بأننا نحن نخدم وطننا، هذا واجبنا وعلينا أن نقوم به دون أن نقول للناس والله نحن نقوم بهذا الفعل، هذا لا يجوز لنا نحن بوصفنا مثقفين أن نفعل هذا. الاتحاد موجود، دورياته موجودة، وأنت العدد الأخير الذي لو أخذته ستجد ما الذي من الفكر السياسي، وخصصنا أيضا عدد من الكتب، وأنا أزعم بأنني أول من أصدر كتابا عن الأزمة في سوريا باسم سوريا الاستهداف والمؤامرة قبل أن يكتب أي إنسان آخر في هذا المجال. طيب أستاذ الياس، يعني كل هذه النشاطات التي تقوم تحت اتحاد الكتاب العرب أو اتحاد الصحفيين، ما هو الثقل الفعلي لها على الأرض في ظل الصوت العالي للرصاص ولأعمال المجموعات المسلحة؟ الحقيقة سؤال صعب لسبب واحد، أنه العقل، نحن نتعامل مع العقل والآخرون يتعاملون مع الرصاص، وبالتالي أولئك لغة العقل لا يفهمونها. نحن نحاول كمنظمة وكأفراد، كأفراد من خلال مؤسساتنا الإعلامية والصحفية، ويتواجد فيها الصحفيون في كل المؤسسات الخاصة والرسمية، على توضيح الأزمة، توضيح العدوان، توضيح ما يجري. خوض الحرب، الحرب وأقولها الحرب الإعلامية في مواجهة القنوات الأخرى، والتي استطاع الإعلام السوري أن يخفض من حجم مشاهديها. لا أريد أن أذكر أرقام لأنه ليس لدي استطلاع حقيقي، لكن أعتقد من مواطننا السوري، من سماعنا للمواطنين السوريين، بدأنا نرى ارتفاع نسبة المشاهدين للقنوات السورية وانخفاض نسبة المشاهدين للقنوات الأخرى، والمشاهدين العرب أيضا، والمشاهدين العرب في بعض الدراسات. أنا يعني أعتمد مبدئيا على اللقاءات والناس بتشوف وين، عم شوف السورية، عم شوف الدنيا، تجري اتصالات، عم شوف سمع، عم شوف الإخبارية، تجري اتصالات من أصدقاء صحفيين من الوطن العربي، شو الموضوع الفلاني، كنا عم نشوف الإخبارية شفنا كذا، كنا عم نشوف السورية شفنا كذا. هذا كله دليل على أن فعاليات وشخصيات من الدول العربية أو الدول الأجنبية بدأت تتجه باتجاه الإعلام السوري، والإعلام السوري أيضا 40 شخص زميل بين شهيد ومختطف ومصاب من الذين اعتدي عليهم من قبل العصابات المسلحة. أعود للأصل في السؤال، على في مجال الصحافة العربية، اتحاد الصحفيين العرب، أشار زميلنا الدكتور، رغم الجو السيء لدى العرب تجاه سوريا في البداية، الآن بدأ يتحسن. نحن في الاجتماع الأخير الذي عقد ب7/1 و8/1 مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب، وهو مؤتمر انتخابي كان، استطعنا أن نحول قرارات المؤتمر إلى قرارات داعمة للموقف السوري، ترفض سبك الدم السوري، تدين موقف الجامعة العربية، تدين نايل سات وعرب سات والاتحاد الأوروبي الذي أنزل القنوات، قنوات المقاومة والقنوات الصديقة. واستطعنا في بند القضية الفلسطينية أن نعيد إحياء الصراع إلى أنه صراع عربي صهيوني وصراع مصيري، والحديث عن المقاومة وعن رفض القرارات الدولية تجاه المسألة الفلسطينية. التأثير في الأرض في الداخل، أعتقد أن تحولا كبيرا نشأ في المجتمع السوري خلال الفترة لأكثر من عامل. أنا لا أريد أن أزعم أن الإعلام فقط هو الذي الطرف الآخر خدمنا في ذلك، سلوك الطرف الآخر، سلوك الطرف، ارتماء الطرف الآخر، ظهوره مع الإسرائيليين، هذا يهز مشاعر كل سوري، حتى لو كان ينتقد حزب البعث أو ينتقد الجبهة أو ينتقد السيد الرئيس أو ينتقد مؤسسات الدولة كلها. لكن السوري لا يقبل شخصا آخر يطرح نفسه أنه منقذ لسوريا ويظهر على التلفزيون السوري الإسرائيلي ويحاور الإسرائيليين، ولا يقبل أن يتعامل جندي أو عسكري أو مسلح كان فارا من الجيش أو لم يكن
مرتزق مع الإسرائيليين ويذهب ويعالج في داخل فلسطين المحتلة ومن ثم تعيده السلطات الإسرائيلية، هذا كله ساعدنا. أو يقوم بتغطية الرؤوس أيضا، أو مثلا الجزء الآخر من الوحشية والهمجية التي مورست ضد المواطن السوري، هذا أيضا ليس من نسيج السوريين ولا من طبيعة السوريين، حتى المسلحين أنفسهم بعض منهم بدأ يعود ويسلم سلاحه، يلقي السلاح. تأكيدا على كلامك، يعني فورا هناك هذا الخبر العاجل بأن 155 شخص قاموا بتسليم أنفسهم الآن أستاذ الياس، يعني تأكيدا على كلامك. نعم. في هذه النقطة يسلمون ويعودون ليعيشوا حياة طبيعية بعد أن شاهدوا أن هذه المجموعات ليس لها هدف وطني، ليست حريصة على الحرية والديمقراطية، ليست حريصة على سوريا. نعم. وتتناول كل شيء بالسوء، تاريخ والحضارة، أشار الدكتور في البداية تاريخ سوريا وحضارتها وثقافتها، يريدون تدمير كل شيء. فأعتقد أن الدم السوري بدأ يعود إلى العروق، وبدأ المئات من السوريين يعودوا إلى طبيعتهم، وهنا دور المثقف ودور الصحفي والإعلامي ودور السياسي ودور الأحزاب والقوى المجتمعية المختلفة. لسنا نحن وحدنا، رجال الدين يلعبون دورا مهما. أنا قبل 3 أيام كنت أجتمع مع مجموعة من أهل المليحة، وهي مدينة أخرج كل المسلحين منها، والآن يجري العمل على التفاوض من أجل تسليم بعض المختطفين، هناك تبادل خطف ونقوم للعمل. كيف استطاع أهل المليحة نفسه أن يعالجوا عدد من المسلحين وداويها بالتي كانت هي الداء؟ شيوخ التكفير كانت تحقن نفوس هؤلاء وعقولهم في بعض القضايا، قام المثقفون والواعون من هذه البلدة بجمع بعض المسلحين مع مشايخ ورجال دين متنورين، أوضحوا لهم النصوص الجهادية بما تعنيه وبما تذهب إليه، وليس بما تم حقنهم في عقولهم بها من القنوات الفتنة أو من بعض الذين تورطوا من رجال الدين في الداخل. هذا كله مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، طبعا تتحمل القوى الفاعلة مسؤولية أكبر. أستاذ رضوان، أيضا يعني أنتم كمثقفين عرب في إطار أوسع من الداخل السوري، إذا كانت إسرائيل هي العدو الواضح والحقيقي الذي يهدد هذه الأمة، لماذا هذا الانقسام في الشارع العربي وخاصة بين المثقفين العرب؟ بالطبع أن أريد أن أعرج على شيء، أن وعود للكلمة أن الأزمة أصبحت وراءنا، لأنني خلال احتكاكي أو خلال تعاطية خلال هذين اليومين مع بعض الشرائح الاجتماعية، ولا أريد أن أقول المثقفة، في سوريا قد وجدت أن الأزمة فعلا أصبحت وراء خلفنا، ونحن اليوم أمام ولادة سوريا الجديدة. هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الأفراد الذين يمتلكون حسا وطنيا عاليا، قد أصبحوا في حالة من التنادي فيما بينهم أو فيما بينهم لكي يخرجوا في إطار سياسي اجتماعي يشارك كقوى مجتمع مدني من مختلف الفئات لصياغة أو المشاركة في صياغة المجتمع السوري الجديد أمام هذا المتغير الذي حدث في التعديل الدستوري الذي أتاح إنشاء مؤسسات سياسية ومؤسسات ثقافية وإنشاء أحزاب وحركات سياسية. هذا الانقسام نحن نعرف ما هي، نعرف تفاصيله في لبنان، ونعرف خلفيات هذا الانقسام من خلال عملنا في عملنا في لبنان، لأن القوى المادية التي استطاعت أن تمد أو تشتري الضمائر والأقلام وتشتري المواقف من الصحفيين والمثقفين، وفي معظمهم هم لهم ارتباطات سفارات أجنبية ورجال أعمال ومؤسسات أجنبية تخطط للمؤامرة على هذه الأمة، قد لعبت دورا كبيرا في حالة الانقسام الثقافي العربي. وبالتالي هذه الطبقات أو هذه النخب المثقفة قد
قد تعمدت التأثير السلبي في العقل والضمير الشعبي في كافة الدول العربية، ومنها والأهم في حلقة المؤامرة هي سوريا. ولكن أريد أن أعرج على شيء، غياب هذه الحصانة للمثقفين هي سبب رئيسي في هذا الانهيار الثقافي الذي حدث على مستوى الدول العربية أو العالم العربي، وجعل معظم الحركات الثقافية أن تذهب في اتجاه مخالف لمصلحة الأمة ولمصلحة الشعب. هذا التغير في المناخ اليوم وفقدان هذه المجموعات التكفيرية للحاضنة الاجتماعية أو للحاضنة والبيئة الاجتماعية، سببه هذا المخزون النفسي والمخزون الثقافي الذي يمتلكه الشعب السوري، وصمود الدولة والجيش أمام هذه المؤامرة قد أتاح الوقت لكي يستوعب لاستيعاب الشعب السوري ماهية المؤامرة، وبالتالي انتفاض الشعب السوري كشعب سوري أمام هذه المؤامرة والعودة إلى أحضان الدولة وإلى أحضان المجتمع، ونبذ هذا التطرف وهذا التعصب الذي ينكر حق الآخر ويختلف مع الآخر اختلافا كليا. فما نراه اليوم هو عملية نهضة ثقافية غير معهودة لشعب هو أراد أن ينتفض، ولكن بعد أن رأى بأم عينه أن هذه المؤامرة لا تستهدف لا نظام ولا تستهدف رئيس ولا تستهدف فئة من الشعب، إنما تستهدف وجود الدولة بكل كياناتها. أستاذ حسين، يعني تكلمنا عن الوضع الداخلي وأفضنا فيه أيضا، ويعني هناك العديد من الأمور التي تم توضيحها اليوم، لكن إن أردنا الحديث في المحيط السياسي العام عندما يعني أوجه التلاقي الأمريكية الروسية هي التي ترسم الأفق الدولي لأي محادثات دولية في الإطار الدولي، لكن السؤال هنا هل يمكن أن نثق بالأمريكي خاصة أنه كان جزءا كبيرا مما جرى في سوريا؟ العاقل هو الذي يتعظ بما يحدث في دول العالم بغيره. يعني طبعا أنا ينبغي أن أتوقف مليا عند مفهوم السياسة الأمريكية. مفهوم السياسة الأمريكية اليوم يختلف عن مفهومها قبل 10 سنوات، هذا من جهة. من جهة ثانية، مفهوم السياسة الأمريكية بعد المراحل التي آلت إليها الأزمة بعد سنتين بدأ يختلف أيضا عن المفهوم الذي كان قبل بضعة أشهر من الأزمة السورية. عندما كان يعني يستصرخ السيد أوباما من البيت الأبيض على الرئيس السوري أن يتنحى، بدأت هذه النغمة تتراجع وهذا الصراخ يخبو. السبب مثل ما قل، الأزمة السورية بدأت تأخذ اتجاهات غير الاتجاهات التي كانوا يرسمونها لنهاية هذه الأزمة. ذلك هنا دائما يفكر بالبدائل مثل ما أقول، لأن السياسة الأمريكية تقوم على أساس استراتيجيات مرسومة بمراكز أبحاث، ولذلك عندما تسقط خطة يمكن أن يتبنى خطة أخرى. المهم كم يربح وهل تتحقق مصالحه أم لا، القضية قضية مصالح. لهذا السبب أنا أنظر إلى اللقاءات التي تتم بين السيد لافروف وبين وزير الخارجية الأمريكي، سواء سابقا السيد كلينتون أم السيد كيري اليوم. الأمر طبعا يختلف حسب الوعي المعرفي الذهني للسيد للوزير الخارجية. من هنا أدرك أن الخطة القادمة للإدارة الأمريكية هي الوصول إلى أحسن المكاسب، إلى أحسن المكاسب بالأزمة السورية، من دون أن تطلب هذه المرة مثل ما يقال، من دون أن تطلب بشكل علني كما اتضح من اللقاء الأخير بتنحية السيد الرئيس بشار الأسد. ذلك أنت عندما تنظر في هذا الاتجاه تجد أن المواقف الأمريكية بدأت تتغير لأي شيء. لا أريد أن أقول هذا التغير كان ناتجا
هذا كلنا يعرفه وكلنا يؤيده، من أن صمود الشعب السوري، صمود الجيش السوري، صمود القيادة السورية، هذه الأدوات الثلاث مع الدعم من دول البريكس وعلى رأسها روسيا والصين، ونحن نوجه لهم التحية. إذن كل هذا، وطبعا الأصدقاء الإيرانيين أو الأشقاء الإيرانيين أيضا، رب أخ لك لم تلده أمك، إذن كل هذا وجدنا يغير الصورة النمطية التي كانت أمريكا تريد أن تصل إليها في الأزمة، لذلك حدث التغير. نعم أستاذ الياس، أيضا في هذا الإطار، كاميرون اليوم في واشنطن لإعادة ترتيب الأوراق بعد زيارته إلى موسكو، فماذا يمكن أن يخرج بجديد بعد هذه الزيارة؟ أنا أعتقد أن الأمريكيين والبريطانيين والغربيين بشكل عام لم يبدلوا كثيرا في مواقفهم حتى بعد اللقاء لافروف كيري. نعم. ونحن في السياسة السورية كما أرى عندما نتحدث عن تغييرات نتحدث عن أن الخطة رقم 2 الذي أشار إليها الأمريكية، انتقل الأمريكي والغربي من خطة رقم 1 لخطة رقم 2. الخطة رقم 1 عسكر وتسليح وإمداد واحتلال وأسقاط الدولة السورية، هذا ذهب. نعم. إذا لم يستطيعوا هذا أصبح وراءنا، من هنا هذا نستطيع أن نقول أصبح وراءنا. في الموضوع الثاني لدينا كباش كما يقول الإخوة اللبنانيون، كباش سياسي طويل مع العالم نستند فيه إلى الفهم الروسي لمؤتمر جنيف ونتائج مؤتمر جنيف، وليس إلى الفهم الأمريكي، لأن الفهم الأمريكي البريطاني الفرنسي رغم كل التصريحات حتى الآن لا زال فهما يستند إلى الحديث القديم لهم على مسألة الحكومة الانتقالية ومن ثم تنحيت الرئيس، في حين أن جنيف لا ينص على ذلك. إذا الخلاف على المصطلح، الخلاف على هذا المصطلح ليس بمفهومه اللغوي، بمفهوم مرتكزاته ومرتسماته على الأرض، لأننا عندما نلاحظ ما يطرحه جماعة الائتلاف والقوى الأخرى التي تدعو التدخل الخارجي، ماذا تفسر البند المتعلق بالحكومة؟ نحن سيد رئيس طرح موضوع حكومة جديدة وميثاق وطني ودستور وانتخابات، كل ذلك طرح، لم يقل الروس يأخذون بذلك وهم على علم بما طرحه السيد الرئيس ويعتبرونه أنه يستند على جنيف، في حين الأمريكي حتى الآن لم يقارب هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد بأي صوت يقول فيه أن ما طرحه الرئيس يمكن أن يكون أساسا للحل. هم لا زالوا يفسرون جنيف على أساس رغبتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم، لذلك الأصدقاء والأشقاء وفي مقدمتهم الروس وهم مصممون، ويجب أن يعلم الشعب السوري أنهم مستمرون في مواقفهم الداعمة وليس هناك أي اهتزاز في الموقف الروسي مهما حاولت القوى الأخرى، لأنهم يقولون أننا ندافع عن الشرعية الدولية وعن أمن واستقرار العالم، نحن لا ندافع عن نظام ولا عن شخص، نحن نلتقي المعارضة ونلتقي ممثلي الدولة وندافع عن الدولة السورية، ولا نريد أن نسمح أن تتكرر ليبيا أو غير ليبيا في سوريا. وهنا التركيز الدائم للروس على أن التدخل العسكري الخارجي ممنوع ولا يمكن. أستاذ رضوان، سؤالي الأخير لك طبعا، إلا إذا أراد أحد السادة أن يضيف شيء في ختام حوارنا لهذا اليوم. يعني تتحدثون عن تراجع في الموقف الأمريكي وعن تغير في الموقف الأمريكي وعن تبديل وعن ارتباك، السؤال يعني إذا كان الأمريكي لم يدفع شيء، أموال الدولارات القطرية والخليجية هي التي تغذي، ولم ترى قطرة دم واحدة لأي مواطن أمريكي فيما يجري في سوريا، لماذا يتراجع؟ بالأمريكي في الأساس لم يكن مشروع التفتيت في سوريا لم يكن مشروعا أمريكيا، لأن أمريكا قد خرجت من المنطقة، هو مشروع إسرائيلي في الأساس، متحالف تحالف أيديولوجي عضوي مع الوهابية
وهذين الحركتين الوهابية والصهيونية هما توأمان لأمة واحدة وفكر واحد وحاضنة واحدة عبر التاريخ، ويجب أن نفهم هذا الموضوع. التفتيت لسوريا هو مشروع أوروبي صهيوني، عودة يشهد عودة قوية للتحالف الأنكلوساكسوني البريطاني الفرنسي، لأن أمريكا مشغولة اليوم في هم كبير وهو صعود النجم الصيني، وكيف يجب أن تتعاطى مع صعود هذا النجم، وبالتالي تبدلت أولويات الأمريكا من منطقة الشرق الأوسط إلى آسيا. هذا المعطى وقيام الدولة الصهيونية. ويجب أن نقرأ خطاب أوباما الأخير في خلال زيارته إلى إسرائيل أو إلى دولة فلسطين المحتلة كما أحب أن أسمي، أعلن موافقة أمريكا على يهودية الدولة، لكي يكون هناك دولة يهودية صرف صافية، دولة يهودية صافية في المنطقة، يجب أن تكون هناك دويلات كيانية مذهبية صافية أخرى القائمة على أساس مذهبي طائفي من كافة الأنواع. وبالتالي سوريا مهددة، كانت مهددة بتقسيم طائفي يقوم على أساس مذهبي وليس على أساس طائفي، مسلما مسيحيا لا، بالعكس على أساس مذاهب. وبالتالي نحن نشهد في لبنان أيضا هجمة مذهبية لتقسيم لبنان وتفتيته على أساس مذاهب، أيضا هذه المؤامرة تطال. قيام لم يتعلم اللبنانيون، طبعا اللبنانيون تعلموا، لذلك بنوا مقاومة صامدة منيعة على الهزيمة، وبالتالي هذه القوة العظيمة التي بناها اللبنانيون في هذه المقاومة هي اليوم التي تكفل وتضمن حماية لبنان من حرب إسرائيلية ومن حرب أهلية وصيانة وحدة لبنان الجغرافية. وبالتالي هذه المقاومة اليوم التي أسقطت حدود سايكس-بيكو وتكسرت حدود سايكس-بيكو، اليوم هذه الهجمة بإطار سايكس-بيكو جديد، نرى اليوم أن الأمة ترد بشكل فاعل على إسقاط سايكس-بيكو الجديد والقديم معا. وبالتالي نحن نرى ولادة سوريا الجديدة التي لا توجد فيها خطوط سايكس-بيكو، ولن يكون هناك سايكس-بيكو في سوريا على الإطلاق. وبالتالي كلام يجب أن أعرج، ولأن أطلت في الكلام، على خطاب السيد حسن نصر الله الأخير الذي يخطط لمرحلة استراتيجية مهمة على المستوى القومي وإدارة البنادق جميعا من الداخل باتجاه الحدود وفتح الجولان والجنوب اللبناني وحتى الحدود العراقية امتدادا إلى الشمال أمام هجمة تستهدف الإطباق على سوريا من الشمال والجنوب. وبالتالي هذه المؤامرة سقطت، ونحن أمام ولادة سوريا قوية صامدة منيعة على ولن يكون هناك هزائم بعد اليوم، وعصر الهزائم قد ولى ولن يعود. كل الشكر لكم. طبعا إذا أردتم بأي إضافة تفضل أستاذ لياس. هي في يعني قضية لكن باختصار جديد، ترددت كثيرا أن أذكرها في الإعلام، الآن سأذكرها تفضل. كي يطلع عليها جميع السوريين. بال2004 وبعد أن جاء كولين باول وأطلق ما أطلقه ورفض وطرد، حدث أن اجتمعت مع السفير الأمريكي الذي كان سيغادر ويتقاعد من سوريا، ودار حوار طويل لا أريد أن أدخل فيه. أريد أن يعرف جميع السوريين ما قاله السفير لي. سألني جملة أسئلة ثم قال: هل يعقل أن يهاتف الرئيس جورج بوش الرئيس الأسد 3 مرات خلال أسبوع ولا يرد عليه على الهاتف؟ فقلت له: يعقل، لأن الرئيس بشار الأسد هو رئيس سوريا التي يهددها رئيس بوش يوميا، والرئيس الأسد لا يقبل تهديد لا من بوش ولا من غيره. لذلك التحية للسيد الرئيس على حكمته وصموده وقدرته على القيادة وعلى الحكمة لإخلاص لخروجنا من الأزمة. والتحية أيضا موصولة لرجال الجيش العربي السوري. اسمح لي أن أختم هذه الحلقة بجملة للأديب اللبناني الكبير سعيد تقي الدين الذي يقول فيها: لعينيك يا سوريا هذا القليل. دعني أقول كلمة ما طرحه الأستاذ رضوان يحتاج إلى حلقات، لكن الذي أريد أن أبينه بأن الشعب السوري ينبغي أن يفكر بمستقبله، كيف يمكن أن يبني هذا المستقبل،
ومن ثم كيف يمكن أن يقوم بعملية الصفح والتسامح، لأن الإنسان إن لم يغسل الأدران التي توجد في صدره لن يستطيع أن يبني مستقبله. لذلك كيف ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وبعين الأمل؟ هذا الذي نحتاج إليه لبناء سوريا المستقبل إن شاء الله. كل الشكر لك الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب، شكرا لك على كل ما تفضلت به، والأستاذ رضوان رزق كاتب ومحلل سياسي من لبنان، والأستاذ الياس مراد رئيس اتحاد الصحفيين، شكرا جزيلا لكم وعلى كل ما قدمتموه. وأريد الختام في كلمة التي تفضلت بها أستاذ رضوان: لعينيك سوريا هذا القليل. دمتم مشاهدينا بألف خير.